ما تنزل تشوف لك شغل ما انا بشتغل لا شغل يجيب لك فلوس اكتر هو انت اقل من جلال شوف معاك كام عربيه واكتر من كده ايه احنا الحمد لله في نعمة يوه يا اردم شوف نجلاء جوزها جايب لها دهب مغطي كل دراعاتها نجلاء مين ودراعات ايه اللي مغطياها وانا غطي دراعات القشطه دي ليه لا يا اخويا اغطيهم وانت لما تبقى في البيت هبقى اخلعهم لك وابقى اتفرج براحتك هاتي من الاخر يا سعاد عايزه ايه عايزك تشوف شغل جنب شغلك اهو مجيب لنا كده شقه صغيره حلوه لينا احنا هنغطي ولا هنشتري الاتنين طب ومالها الشقه دي طيب امك واختك يا دي امي واختي يا بنت بقول مش هيعتبوها تاني انت فاكرهم هيسيبوك تتهنى بيها بقولك مش هيعتبوها اعمل لك عشان تصدقي يا بنت الشقه بتاعتك خلاص اكتبها باسمي عشان تبقى بتاعتي بجد نعم شقه اللي تبقى بتاعتك شايفاني قدامك ايه مش راجل لا راجل وسيد الرجاله كمان أهو حل بقوله من غلبي ومن خوفي لحسن ألاقي درتين هنا معايا. وبعدين أعمل إيه بقى دلوقتي؟ يا بت بقول لك الشقة بتاعتك وأمي وأختي مش هيعتبوها تاني. خلاص يا سيدي الرجالة. أنا عارفة إن أنت مش هتسيبني أتذل أبداً ومطمنة كمان. ماشي. اشرب اشرب الشاي. واتش ما تخليش حاجة تفوتك.